عندما يستيقظ الإنسان من النوم تكون كمية الإنسولين منخفضة جدا في جسم الإنسان، ولذلك يكون جسمك يحرق دهون في الصباح عندما تستيقظ من النوم بدون ما أنت تسوي رياضة أو تروح تركض بدون أي شيء. جسمك يحرق دهون في الصباح عند الاستيقاظ من النوم، هاي لازم تعرفها أنت. هنا أنت عندك خيارين، يا أما تستمر أنت بدون أكل في الصباح الباكر ويبقى الإنسولين منخفض في جسمك وتبقى أنت تحرق دهون. تقدر طبعا تشرب ماء، تشرب شاي بدون سكر، قهوة بدون سكر تقدر، وحتى يعني قهوة وشاي بدون سكر وحتى بدون حليب وبدون زبد وما إلى ذلك تقدر. يا أما تروح تأكل وجبة الإفطار، لأنه أنت أقنعت نفسك أنه وجبة الإفطار هي من أهم وجبات اليوم. أول ما تأكل وجبة الإفطار الإنسولين يرتفع ويبدأ جسمك يصنع دهون. أنت نقلت جسمك من حالة حرق دهون إلى حالة تصنيع دهون أنت، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنت. وهنا يتبين لنا لماذا نحن نحرص على أنه الناس لا يتناولون وجبة الإفطار، لأنه أنت عندك فرصة ذهبية كل يوم أنه أنت تستمر في حرق الدهون 4-5 ساعات بعد الاستيقاظ من النوم بدون أي مشاكل، بس هاي الفرصة أنت تفوتها على نفسك. ولذلك دائما إحنا نقول أنه أول 4-5 ساعات بعد الاستيقاظ من النوم ما تأكل بهم، تشرب ماء حلو، لا تشرب عصير، لا نفس العصير بسكر، اشرب ماء، اشرب قهوة بدون سكر، شاي بدون سكر وشكراً.